الجيش الملكي والترشح لدور المجموعات في كأس رابطة الأبطال الإفريقية رغم غياب ثنائي بارز أنيس بوجلبان وعصام المرداسي. المقابلة تنطلق بسرعة من الجانب المغربي وأحمد الجواشي يرجع كرة صعبة مصدرها يوسف القديوي. محاولة ثانية بالرأس من جواد ودوش ومتابعة من الجواشي. الدقيقة 18 كان فيها قرار الحكم الكونغولي روني دانييل جدا قاسي في العملية هذه. يستشير مساعده الثاني اللي يعتبر موقعه بعيد لرؤية هل هناك تمويه أم أن المشرقي يستحق إنذار ثاني. النتيجة كانت ورقة حمراء دون رفع الإنذار الثاني ونقص عددي في صفوف النادي الصفاقسي تيل 72 دقيقة كاملة. نقص عددي ساهم في حضور الاندفاع البدني بكيفية كبيرة. نقص عددي زاد أيضا ممثل تونس إصرار على تجاوز المنافس والهفوات التحكيمية بما أنه في العملية هذه لمسة يد داخل منطقة العمليات يتغافل عليها الحكم. هجومات النادي الصفاقسي تتعدد بقيادة عبد الكريم النفط ومحاولة أمير الحاج مسعود القوية في دين الحارس طارق الجرموني. الجيش الملكي أصبح مجبر على اللعب على عكس الهجومات وخلق أبرز فرصة في ال 45 دقيقة الأولى وكان قريب من افتتاح النتيجة بواسطة إبراهيم البحري لولا العارضة. في الشوط الثاني يواصل النادي الصفاقسي الضغط. الدقيقة الخامسة أعادت للأذهان ما فعله زملاء العابدي ضد موتيما بمبي في الدور السابق. وكينجس إكبوتور على أثر هجوم سريع بقيادة عبد الكريم النفطي وتوزيعه يتمكن بارتماء رأسية من توقيع هدف يساوي ورق الترشح. هدف ساهم في نرفزة الفرنسي أنري ستامبولي اللي لعب كل أوراقه. والنادي الصفاقسي يستغل اضطراب منافسه ليفتك منطقة وسط الميدان. الوقت يمر والفريق المغربي يلعب الكل لكل بحثا عن التعادل. كرة من مصطفى العلاوي تتعدى محاذية المرمى الجواشي. بهتة من دفاع النادي الصفاقسي كادت تكلفه التعادل لولا فتح الغرب. اضطراب في مناسبة ثانية ودفاع النادي الصفاقسي يمر بفترة حرجة. أحمد الجواشي بصعوبة يحول كرة قوية من عادل لطفي للركنية ليعود فتح الغربي وينقذ مرماه من هدف التعادل ويساهم في ترشح فريقه لدور المجموعات. في مقابلة أكد من خلالها النادي الصفاقسي من جديد قوة شخصيته خارج ميدانه وعزمه على لعب الأدوار الأولى في كأس رابطة الأبطال الإفريقية. نعرفوا اللي نجحنا في سيناريو كما هذا في كنشاسا. المنافس صحيح ربما الأسبقية متاع الصفاقس خلاته على مستوى التهديف في ميداننا خلاته ربما ما يجازفش برشا بالهجوم رغم أنه على الميدان شهدنا ثلاثة مهاجمين لكن ثلاثة مهاجمين هذوما كانوا تقريبا يرجعوا كل مرة لنصف الميدان. صحيح تعقدت وضعيتنا بالإقصاء اللي هو أعتقد أنه ما كانش معناها في محله. إقصاء معناها اللي نقول وإحنا لخبطنا أوراقنا على مستوى التكتيكي لكن كان رب ضارة نافعة كان عنده معناها مفعول كبير على اللاعبين خاصة بعد ما تمرينا الشوط الأول بسلامة لأنه خفنا شوية في بعض اللحظات في بعض الفترات على النرفز الزايد نتاع اللاعبين. عرفنا كيفاش نجاريو المقابلة تلمو أن يعني جينا نقص العدد 20 مينوت من الميتون الأول. ديزيام ميتون فهمت دخلنا الفيستير لونترينير شونجي التكتيك ولينا نلعبوا 3 في الميليو و 4 دارير و 2 اتاكون يعني تقولش علينا بريس نلعبوا 10 كونتر 11 كونتر 11. الحمد لله يا رب يعني جينا بكونتر اتاك وعرفنا كيفاش نستغلوا سيرتو عندهم الضعف في اللاكس في جهه في وسط الدفاع وجات سونتراج من امير حاج مسعود وكينغسي كان يعني مركز قدام وماركينا هدف ترشح الحمد لله.